عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن سنن، وضبطت سنن بالفتح، وهي رواية الأكثر، تكون هذه الكلمة مفردة. إن قلنا سنن فلا إشكال في ذلك، فإن لهم سننا وطرقا متعددة قد ضلوا وتاهوا فيها، كما قال عز وجل: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وإن قلنا إنها على رواية الفتح سنن، فإنه لا يدل على أن لهم طريقا حقا. لما؟ لأن الله عز وجل قال في سورة النحل: وعلى الله قصد السبيل أفرد، ومنها جائر، فهناك سبيل جائر ليس حقا.